أعامل الوسوسة وأتوضأ مرة وثانية وثالثة. أعاني من الوسوسة وأتوضأ مرة ثم أكرر الوضوء وأكرر أكثر من مرتين أو ثلاثة اعتقادا أني نسيت شيء، وحتى في الصلاة أعيد القراءة مرة وأخرى بسبب هذه الوسوسة، هل صلاتي مقبولة وماذا أفعل؟ يا أخي إذا فتحت الوسواس على نفسك فلن ينتهي أبدا، فعليك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وعليك بعدم الالتفات إلى الوسواس. إذا توضأت خلاص وتوضأ ولا تلتفت إلى الشكوك، إذا دخلت في الصلاة امضي في صلاتك ولا تلتفت إلى الوساوس، ويذهب عنك ذلك بإذن الله.